السلام عليكم، دلوقتي نشوف مع بعض برنامج او موقع اسمه داشر 360. هقول له دلوقتي ديمو، نشوف في حاجات ظريفة جدا. هو ده الفكرة كلها، ان المبنى بيكون معمول بالبيم وبعد كده بيترفع على كلاود لوج ان، وتعمل ترفع المبنى بتاعك وتربطه بالسنسور بحيث ان اي تعديلات تحصل في السنسور تقدر تشوفها، يعني من اي مكان في العالم تقدر تشوف المبنى بتاعك وتقدر تشوف كل السنسور الموجودة في المشروع اهوت، وتقدر تقول له روح للسنسور دوت، روح للسنسور دوت، وهتلاقي هنا فلتر تقدر من خلاله تقول له انا عايز اشوف بس السنسور بتاع الضغط بتاع الحراره بتاع كذا. تقدر تشوف ايه السنسور اللي انت محتاج ان انت تشوفه، حاجات مثلا بتاعت الصوت اهوت. طيب ممكن تقول له هنا سنسور، بيبدا يظهر لك كل السنسور الموجوده في المشروع، تقدر تعمل سيلكت على اي واحد فيهم يبدا يجيبه لك ويجيب لك كل المعلومات اللي انت عايزها. هنا بقى بيبدأ يجيب لك معلومات عن كل سنسور، يبدأ يجيب لك اهوت، يبدأ يظهر لك المخطط دوت ثانية بثانية، يعني كل ثانية بتحسب بيبدأ يجيب لي المعلومات الخاصة بيها. هنا الداشبورد بيبدأ يجيب لي السنسور المجموع بتاعهم ده، مثلا بتاع الصوت، هنا مثلا بتاع درجة الحرارة، هنا بتاع السي او 2، يبدأ يقيس لك كل الحاجات ديت. تقدر تشوف المبنى اهوت. هنا ممكن تقول له انا عايز اشوف المبنى، يبدأ يجيب لك المبنى كله، تقدر تختار الدور اللي انت عايزه والجزء المبنى اللي انت عايزه. انت تقدر تقول له شيرنج، تقدر تشوف المعلومات الخاصه بالحراره بالرطوبه بالضغط وهكذا. تقدر تخفي وتظهر تكتشر، هنا تقدر تقول له انا عايز اشوف درس تعليمي، فيبدا يجيب لك الماوس ويبدا يشرح لك بعض الحاجات بس من غير صوت، مجرد بس بيوريك الشغل بيبقى عامل ازاي.